الحقيقة اللي تابع الحلقة من أولها شفنا وإحنا بنتكلم عن التعديل الوزاري اللي تم تسريبه من خلال الأستاذ مصطفى بكري واللي تفاعل معاه عدد من السياسيين وكان أبرزهم الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة اللي خلوني أرحب بيه على الهاتف. دكتور أيمن نور أهلا بيك معانا في برنامج إيه الحكاية. أهلا بيك يا أستاذة دعاء وأهلا بكل جمهور إيه الحكاية وجمهور الشرق بشكل عام. دكتور أيمن خليني أسأل حضرتك سؤال. امبارح مساء الأستاذ مصطفى بكري كتب تويتة مش مفهومة ليثير بيها الجدل الحقيقة، يعني فكرة أنت رمز وطني وأنت شريف واسمك سيظل وأنت باقي وغير باقي وسواء بقيت ولا رحلت وكلام كده ما كانش مفهوم، والبعض تصور أنه بيقصد من هو أكبر من وزير الدفاع، وبعدها حاول أنه يحسن شوية من الجمل اللي كتبها وقال سيظل باقي وعلى عكس ما يقال وإلى آخره. حضرتك أخذت التغريدة وأعدت نشرها مرة أخرى مع تعليق ومن قال لك غير ذلك، أو يعني خليني أقراها بالضبط زي ما حضرتك نشرتها، إن ومن قال يا مصطفى أنه سيرحل أو غير باقي، لحظة واحدة، بعد 40 دقيقة حاول مصطفى تخفيف حدة ما ألمح إليه بوضوح لا لبس فيه قائلا على عكس ما يقال فهو باقي، ويبقى السؤال من الذي قال أنه غير باقي وأين ومتى قيل ومن الذي قام؟ هل حضرتك فهمت حاجة غلط من تغريدة مصطفى بكري فحاولت ترد عليه فيها، ولا حضرتك حبيت تحطه في إطار يعني زنقته عشان يحاول يوضح أكتر؟ يعني بداية الحقيقة الزميل مصطفى بكري وهو زميل قديم جامعتنا زمالة المهنة من أكتر من 40 سنة تقريبا، الحقيقة لا يستحق نحن نعلق عليه أكثر من الثلاث سطور اللي أنا كتبتهم في تويتر على سبيل السؤال. هو مصطفى بتقول على عكس ما يقال، هو مين اللي قال؟ هو في حد قال حاجة غير مصطفى بكري؟ هو في حد بيقول حاجة غير مصطفى بكري زعيم حقائق وأسرار؟ والحقيقة هو عنده المشكلة دي مشكلة قديمة ومشكلة أعتقد إن هي مزمنة، يعني هو أسير حالة هيكل العصر، نفسه يبقى هيكل اللي عنده الأسرار اللي الناس كانت بتقرأ مقاله فتعرف عبد الناصر بيفكر في ايه او هيعمل ايه او النظام هيتصرف ازاي. يا اخي حل مشكلتك دي بعيد عن الناس. بس هو عنده معلومات يا دكتور. احيانا بيكون عنده معلومات واحيانا بيكون عنده تخريفات. طب بالنسبة للتخريفات لما يطلع ويتكلم ويعلن عن تشكيل حكومة جديدة ويقول اسماء ويقول على وزارات تم ضمها ومناصب تم يعني اعطائها لبعض الوزراء والنهاردة يتأكد جزء منها، ده إيه؟ والله شوفي هقول لك الحاجة، هو ده الحقيقة ليس دور الصحفي أو الإعلامي، هو مكانه الطبيعي أن يتحول إلى ناطق رسمي باسم رئيس الوزراء باسم رئاسة الجمهورية، لكن الحقيقة ده مش عمل صحفي، وأنا مندهش النظام بيقبل أن يقفز مصطفى بكري على هذا الدور. ليه؟ اشمعنى؟ يعني ليه ما يكونش أحمد موسى؟ ليه ما يكونش نشأة الدين؟ ليه ما يكونش يوسف الحسين؟ ليه بيتم استئثار مصطفى بمثل هذه الأمور التي تبدو وكأنها يعني تعطي انطباع أنه الرجل الأقرب للنظام؟ وأنا الحقيقة مؤمن أن مصطفى بكري الرجل الأقرب للنظام، بس ليس هذا النظام. مصطفى بكري هو الرجل الأقرب لكل نظام من كل أنواع الأنظمة اللي مرت علينا في حياتنا. مصطفى بكري دائما يسعى أن يكون له حظ في إطار أنه المعبر عن الدكتور أسامة الباز في وقت من الأوقات، المعبر عن المخابرات العامة في وقت من الأوقات، المعبر عن الأمن الوطني. وهقول لك يعني بالمناسبة، مرة المرحوم صفوت الشريف وكان وزيرا للإعلام وفي هذا الوقت قبل أن ينتقل لمجلس الشورى، وكنت في لقاء معاه لسبب من أسباب مش متذكره،
لكن سألني سؤال الحقيقة أضحكني جدا، قال لي هي جريدة الأسبوع دي اللي هي كان يعني في بداية طرحها بتاعت مصطفى بكري، قال لي بتعبر عن مين بالظبط؟ فأنا ضحكت وقلت له بص يا صفور بيه، هي بتعبر، هي كانت بتطلع يوم الاثنين، فقلت له هي بتعبر يوم الاثنين عن وزير الداخلية. قال لي والست أيام الباقيين؟ قلت له لا، ال7 أيام بما فيهم الاثنين بتعبر عنك أنت شخصيا، لأن أنت اللي بتدعم مصطفى بكري. فالحقيقة الحالة دي مش جديدة، يعني حالة مصطفى بكري مش جديدة، بس أنا مهتم أكتر إن إحنا نتكلم عن هذا التغيير الوزاري الواسع اللي الحقيقة يعني استغرق وقت لم يحدث في تاريخ تشكيل الوزارات المصرية. يعني إحنا عندنا 124 وزارة، من ضمنهم 110 وزارة قبل مبارك، ومن 110 لل 124 دي وزارات تمت فيما بعد مبارك. هذه الوزارات لم تشهد على الإطلاق هذه المدة الطويلة اللي شهدناها في شهر التشكيل. بالظبط. احنا بنتكلم عن وزارة جملي، يعني يبدو ان هي استغرقت في طهيها هذا الوقت الطويل جدا. وخليني اقول لك على حاجة استاذة دعاء، وقع انا شاهد عليها مرة في الحكومة الثانية للدكتور عاطف صدقي، ودي كانت اظن هو خرج سنة 1916 اظن، ولا وسته خرج وسته، واظن ده كان في الوزاره قبل الاخيره، يعني مش متذكر تاريخها بالظبط، لكن هي كانت يعني ربما في 2002 2003. المهم في هذه الوزاره حدثت مشكله كبيره جدا أدت لتأخير إعلان الحكومة 3 أيام، 3 أيام فقط لا غير. وخليني أقول لك المشكلة، لأنها يعني ربما الكثير لا يعرف عن هذه الواقعة كثير من التفاصيل. كان الحكومة قررت اختيار الدكتورة ليلى تكلى وزيرة. الدكتورة ليلى تكلى مسيحية، وطبعاً في تقليد منذ زمن بعيد ان الحكومة لابد ان يكون فيها وزير او اثنين مسيحيين. فاختاروا الدكتورة ليلى تكلا اللي هي متزوجة من اللواء عمر عدس، فهي متزوجة من شخص مش مسيحي. فالبابا شنودة زعل، فقرر ان هو يتصل بكل المسيحيين اللي عندهم وجهة اجتماعية أو متصدرين المشهد بدرجة أو بأخرى لإبلاغهم لا تقبلوا الوزارة إذا عرضت عليكم. فالدكتور عاطف صدقي كان في حيرة، هيشكل إزاي الوزارة وكل مسيحي يكلمه يعتذر، كل مسيحي يكلمه يعتذر. المهم فضلوا 3 أيام يأجلوا إعلان الحكومة من يوم إلى يوم إلى يوم بحثاً عن مسيحي أقبل بالموقع. دكتور عاطف رحمة الله عليه كان مريض بالسكر، وكان دائم التردد على الحمام بشكل أو بآخر. فالحقيقة دخل الحمام، كانوا بيشكلوا في الدور الثاني في مبنى الحزب الوطني اللي كان على الكورنيش اللي اتحرق في الثورة. فالدكتور عاطف دخل الحمام المجاور لقاعة الاجتماعات، فلقى جنبه واقف جنبه يعني في وضع الاستعداد هو كمان محامي مسيحي كان متهم في قضايا التعويضات، وكان موجود في هذا الحزب في هذا التوقيت عشان يطلب وساطة ان هم يعني لا يعرضوا للمحاكمة او لغيره. وكانت نقابة المحامين احالت عدد من المحامين من بينهم هذا الرجل. فالدكتور عاطف وهم في حالة الاستعداد كده قال له فلان، أنا مش عايز أقول اسمه، لأن بنت أخوه بقت وزيرة في الحكومة
مش الأخيرة اللي استقالت دي، الحكومة اللي قبلها كانت وزيرة هجرة. دوروا انتوا بقى على الاسم ايوه اخره عبد الشهيد اللي راحت كندا وعملت بايديها كده للمصريين، اي اللي قال حد لك هنذبح هنذبح. عمار الدين. المهم يا ستي، فقال له انت يا فلان مسيحي؟ قال له اه يا فندم. قال له خليك هنا ما تتحركش. فالراجل فضل منتظر في دورة المياه ما تحركش، ده رئيس الوزراء بيقول له ما تحركش، ودخل سأل مبارك في التليفون، قال له في فلان ده عضو في الحزب عنده شوية مشاكل بس مش مشكلة، وده لو عرضنا عليه مش هيرفض. قال له خلاص ماشي. فدخل الدكتور عاطف الحمام، جاب الأخ الله يرحمه بقى مش عايز أقول اسمه، جابه قال له تيجي وزير؟ قال له اه طبعا اجي وزير. والراجل كان كل طموحاته فقط لا غير ان هو ما يتحكمش في قضايا التعويضات، فاصبح وزير الحمام، وكثير من الناس كانوا يعني ينادوه بهذا الاسم، وفضل وزارة كاملة. وفي الوزارة التالية، عايز احكي القصة دي ليه يا دعاء؟ عشان اقول اما الوزارة اتأخرت 3 ايام جاب وزير من الحمام يحل المشكلة، ما بالك وزارة يتأخر الإعلان عن رئيسها شهور، وبعدين يعلن عن استمرار رئيسها ثم يتأخر الإعلان عنها شهر كامل. وما تشوفي الأسامي بقى اللي موجودة، أنا عايز أسأل سؤال، هو مين فيهم كان مستخبي وبيدوروا عليه؟ يعني أنا مش فاهم بجد، يعني رغم ان فيهم ناس انا معتز جدا بيهم، يعني انا فرحان بمايا مرسي لانها شابة ممتازة وان شاء الله تعمل عمل جيد، فرحان بالدكتور محمد الخشت لو كان فعلا هيجي وزير ثقافة، هو كان زميلي في اتحاد طلاب المدارس الثانوية، واتمنى ما يكونش ده السبب لشيله من الوزارة، لكن انا احترمه واثق فيه رغم خلافي معاه، عشان برضه ما يشيلهوش رغم خلافي معاه في الرأي. في أسامي معقولة جدا، لكن هل هو ده التغيير اللي هيحل مشكلة مصر؟ التغيير بقى أنا عايزة أسأل حضرتك في بعض التغييرات اللي ممكن تكون حدثت، وفي لسه حتى الآن الأستاذ مصطفى بكري ما زال يغرد وعمال بيطالب الحكومة ببعض التعديلات الجديدة، زي مثلا فكرة ضم وزارتين لوزارة واحدة. يعني أنا برضو بصراحة أنا مش فاهمة إيه علاقة الصناعة والتجارة بالنقل، يعني أنا برضو مش فاهمة. وكمان لسه بيطالب الأستاذ مصطفى بكري، بيقول إنه شايف إن يجب ضم قطاع الأعمال والثروة المعدنية، يتم ضمهم لوزارة الصناعة والتجارة، والاثنين يتم ضمهم لوزارة النقل ويتولاهم الفريق كامل الوزيري. فكرة إن في نائب، تم الإعلان إن في نائب لو صدقت التوقعات اللي بيعلن عنها يعني الأستاذ مصطفى بكري، إن أصبح عندنا نائب رئيس الوزراء المصري، ودي بقالها فترة طويلة جدا مش موجودة. رأي حضرتك في دم الوزارات اللي حصل وإسنادهم إلى وزير واحد عينه، وفكرة منصب نائب رئيس الوزراء؟ يعني مبدئيا أنا مش ضد كامل الوزيري بالمناسبة، وما عنديش موقف منه غير إنه بياخد، احنا بنتكلم عموما. لا لا، خليني اقول لك بالاسم، لكن عندي موقف منه ان هو بياخد فلوس كتير جدا من الموازنه العامه، اضعاف الوزارات التي تستحق ان ينفق عليها زي التعليم والصحه. طب دي تحسب له تحسب له ان هو شاطر وعارف ياخد منهم فلوس بالظبط، ممكن، بس طالما انتم مزنوقين فيه كده ومدينه نص الحكومه يشكلها، طب ما كنتوا خليتوه رئيس وزاره، ليه ما جاش من وجهة نظرك؟ طيب وبالمناسبة لو قلت للدكتور مصطفى مدبولي احنا هنعينك وكيل وزارة الإسكان مرة تانية، الراجل ما كانش هيقول لا، وما كانش هيتضرر، هيفضل يهز في راسه ويومئها بالموافقة كالعادة. فأنا مش عارف ليه، أقول لك ليه، لأن في بعض الجهات اللي أنا مش هسميها غير راضية عن كامل الوزيري، ورأس هذه الأجهزة ليس على وفاق معه، مش راضي عنه ولا حاسة أنه هو عن قرب زايد؟ لا لا، في خلاف في الرأي والمواقف، فيبدو أن ده كمان أحد أسباب الحكومة الجملي اللي طولت في السوى دي، ده كان جزء من الأسباب وفقا لتوقعاتي وليس معلوماتي، أنا ما عنديش معلومات تفيد أو لا تفيد بده،
بس منطقيا اما يبقى كامل الوزيري بتتسع مساحته بهذا الشكل، وانا عارف ان هو على علاقة غير طيبة برأس احد الجهات السيادية المهمة، فيبقى الموضوع ده اخد شوية وقت زيادة في النقاش وفي التسوية بتاع الحكومة الجملي. طيب توقعات حضرتك للحكومة الجديدة لو هي فعلا اللي هيتم الإعلان عنها بكرة حسب ما نشرت القاهرة 24 والقاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز؟ والله لو هي نفسها اللي هيتم الإعلان عنها، مبروك للشعب المصري، حكومة جديدة بأسلوب قديم، بسياسات قديمة، بمنهج قديم، برئيس وزراء قديم. فقولي لي بقى ماذا نتوقع؟ حكاية الوزراء الجداد، طبعا في وزراء جداد، في وزراء الحقيقة كان ينبغي ان احنا ما نشوفهمش من فترة طويلة، غابوا عن المشهد سواء كان في الخارجية ولا في الأوقاف ولا في غيرها. لكن المشكلة يا جماعة ليست أفراد وليست أشخاص، المشكلة سياسات. هل هذه حكومة سياسات جديدة أم أنها حكومة ذات السياسات بوجوه جديدة؟ حكاية الوجوه دي ممكن تبقى لطيفة لكنها مش مفيدة. احنا محتاجين سياسات، رؤية. وبعدين أنا مش عارف هم هيحلفوا اليمين بكرة إزاي. هو مش المفروض البرلمان بيعرض عليه تشكيل الحكومة، ولا أنا اختلط عليا النصوص؟ مش متأكد يعني، الله أعلم، أنا مش هفتي إلا ما راجع الدستور. لكن الحقيقة هي حكومة على رأسها مصطفى مدبولي، وهذا كافي جدا ألا نتوقع منها الكثير. على رأسها مصطفى مدبولي ولا مصطفى بكري؟ والله لو جابوا مصطفى بكري مكان مصطفى مدبولي مش هناخد بالنا يعني، مش هتفرق محدش جدا. مش هتفرق كتير يعني، شكرا ليك يعني يا دكتور. كلهم موظفين عند النظام يا أستاذة دعاء. صحيح صحيح. شكرا ليك يا دكتور أيمن. الدكتور أيمن نور شكرا. رئيس حزب غد الثورة، شكرا ليك على مداخلتك معانا، ونتمنى التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشرطة.